اكل ولا رياضه؟ والاكل البيت انت عارف اكيد وحش، وحشك بقالك كتير. لا هو الواحد تدريبات ومعسكرات يعني. اكتشف ان الاكل البيت حلو يعني. بعدين بقى انا الاسره كامله بقت تتجمع بقى على السفره بقى من زمان قوي ما حصلتش، فهنا بقى الجو الاسري بقى احسن يعني، ان انت تبقى كله بقى قاعد على السفره مع بعض بناكل كل يوم. بس على قد ما تقدر بقى يعني، مثلا لو انت لقيت نفسك عكيت مثلا يومين ثلاثه كده، تحاول تظبط على قد ما تقدر على طول. يعني بصراحه انا باخد بالي يعني الموضوع ده على قد ما اقدر، عشان طبعا الكابتن محمد مسلحي كل يوم على الجروب يقعد يقول لي ما خلي بالك انت بالذات. بس الحمد لله يعني لغايه دلوقتي محافظ شويه على اكلي، وفي نفس الوقت بتمرن، بجيب بقى شويه برامج كده. وكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي طبعا مثل اعلى لاي رياضي يعني، بعت لي بصراحه شويه نظام غذائي وشويه برامج كده تدريبيه ماشي عليها على قد ما اقدر الحمد لله، وتريد ميل بقى في البيت وبتجري شغال عليه. الحمد لله. هكلمك بس.